السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا موضوعنا هو الكود ديزاين اركيتكتشر مع الامبيدد سيستم. انا ما راح ادخل بموضوع الامبيدد سيستم وشنو الهاردوير والى اخره من الامور، الاساتذه القبلي شرحوا واعطونا فكره، لكن انا راح اتكلم اليوم عن جانب السوفتوير او بالاخص جانب الكود، كيف نكون فعلا سوفتوير انجينير. لما نجي نفكر بموضوع الكود، لما نجي نفكر كيف نكتب كود لمشروع خاص بالامبيدد سيستم، طبعا يختلف هنا عن الموضوع لما نفكر بتطبيق معين احنا بدنا نصممها لكمبيوتر او اذا كان في مجال السيرفر. ليش؟ لان هنا احنا عندنا اخر هم يمكن نفكر بيها، كيف نزيد الرام، كيف نفكر نزيد الهارد، وحتى نفكر بموضوع البروسيس. معظم الحاسبات اليوم الموجوده اقل شيء راح تلقى 8 جيجا رام، الكور عندك كور اي 7، والسيرفرات من 128 جيجا وانت صاعد. لكن لما نيجي نفكر بموضوع الامبيدد سيستم بمعنى اخر، انه احنا هنا عندنا مشكله كبيره، احنا عندنا ليميتيشن للريسورسز، نسبه، عندنا الميموري قليل، عندنا السي بي يو قليل. بمعنى اخر لما اجي ابرمج لامبيدد سيستم لازم اخلي في بالي انه هناك ليميتيشن، كميه محدوده من الرام، كميه محدوده من السي بي يو. طيب احنا لما ندخل بموضوع الاي او تي راح نلاحظ هناك مجموعه لغات برمجه موجوده، منها الجافا، منها سي وسي بلس بلس. اذا دخلنا لموضوع الامبيدد سيستم راح نلاحظ هنا ايضا عندنا الجافا، عفوا الامبيدد سيستم راح نلاحظ السي، سي بلس بلس، الجافا. بموضوع الاي او تي راح نلاحظ الجافا، سي، بايثون. لكن السؤال المهم، احنا بموضوعنا الاي او تي اي لغه هي المناسبه فعلا للامبيدد سيستم؟ اللغه المناسبه للامبيدد سيستم هي لغه سي. واحنا لما نجي نفكر بموضوع الكود مع الامبيدد سي راح يكون عندنا هناك لغه اللي تم اشتقاقها من السي اللي هو امبيدد سي. طبعا في فرق كبير لما نقول سي عن امبيدد سي، لان الامبيدد سي اصلا تم تخصيصها للانظمه المدمجه. في عندك لغات اخرى، لكن ليش احنا نفضل السي؟ كون انه السي عنده فيتشرز جميله جدا، انه ممكن ينزل لللو ليفل، وكذلك عنده بعض الفيتشرات يتمتع بها من هاي ليفل، خصوصا ان الامبيدد سي عنده مجموعه فيتشرات، منها انه كيف يدير لك الميموري مانجمنت. طيب احنا لما نفكر باي بروجكت اليوم بدنا نشوف كثير من المشاريع موجوده، موضوع الاي او تي، موضوع الامبيدد سيستم. معظم هذه المشاريع يمكن صانعيها هوات، معظم المشاريع يمكن صانعيها خلينا نقول مجموعه مبرمجين او كليات، لكن هذه المشاريع اللي نفكر بها لكن هذه المشاريع احنا نفكر بها كشخص واحد دا يسوي، شخص واحد سوى هذا المشروع، وده نلاحظ بعد ما يتخرج من الكليه او اذا كان حتى مش خلينا نقول على مستوى الشركه، نلاحظ انه هذا البرودكت ممكن سنه سنتين وراه ينتهي او ما حد ما راح يستثمر بها. ليش؟ لانه احنا مدى جاي نعرف بالضبط شو نريد من الامبيدد سيستم. لما نتكلم عن الامبيدد سيستم هي مو مثل الكمبيوتر، هي مو مثل السيرفر. بمعنى اخر اكو مشاريع عندك مجموعه ريكوايرمنت، اكو مشاريع اخرى ريكوايرمنت مالتها مختلفه. يعني على سبيل المثال لما نجي نفكر بالشركات اللي تصنع الفون، هنا راح يكون عندهم لازم مفروض الكوست اقل، بيجوز الكواليتي ما هالقد يهتمون بيها. ليش؟ لان اكثر اهتمامهم مش راح يكون هو لازم اني استخدم خلينا نقول مو ذاك الكواليتي القويه حتى بس انزل للسوق، لان هو عنده تايم، هو عنده منه منافسين، معناته انه الكوست راح يكون قليل مقارنه بالمشاريع الاخرى غير الامبيدد سيستم. اثنين، التايم محدد لان هو عنده منافسين، ما عنده وقت ينطي لك البيست كواليتي للبرودكت. بالجانب الاخر راح نلاحظ اكو مشاريع يتصمم بالامبيدد سيستم لكن ما تهتم بالكوست، ممكن تكلف مليارات الدولارات على سبيل المثال اذا كان امبيدد سيستم داخل بموضوع الميليتري أو إذا كان بداخل موضوع الطب. يعني هنا أنا ما ينفع أفكر أنه لازم يكون عندي الكوست قليل، لأن ممكن هذا الإمبيدد سيستم يقيس دقات القلب لمريض، لازم يكون عندي الأكيورسي كلش عالي. التايم عندي مفتوح، يختلف عن صناعة الفون بالإمبيدد سيستم. ليش؟ لأن يعني المهم عندي الكواليتي كيف يكون. بمعنى آخر لازم أنا أكون عندي الكود أعرف أكتبه، ويكون هذا الكود مخصص للهاردوير اللي أنا أستخدمه. معظم المشاريع اللي احنا نصممها على سبيل المثال يقول لك انه انت خذ هذه القطعه هاردوير اللي بيها 1 2 3 4، مع العلم انت من هالاربع اشياء انت تستخدم شيء واحد فقط.
هنا انت صح البروجكت مالتك يشتغل، بس مو معناته احنا كمبرمجين اذا احنا فكرنا خلينا نقول انشاء تطبيقات لكمبيوتر للسيرفر، يمكن ما نفكر انه فقط مجرد انه الكود يشتغل ذاتس ات. بس بالامبيدد سيستم ما ينفع انه انت تقول الكود يشتغل معناته يلا خلينا نبدا. ليش؟ لان انت عندك ريسورسز قليله، عندك الرام والسي بي يو لازم ايضا نفكر بيها. لذلك لما نيجي نفكر هل معناته انه الامبيدد سيستم ضعيف وما راح يكون موازي للكمبيوتر او للسيرفرات؟ اكيد مو بهذا الشكل، لان احنا اذا نجي نفكر على سبيل المثال شخص يريد خلينا نقول يلعب جيم لعبه، بالحاله ايش راح يسوي؟ اذا فكرنا على موضوع اللابتوب لازم ياخذ جرافيك عالي جدا، قد يكون سعر اللابتوب يوصل الى 3000 4000 دولار. مع العلم اكو جهاز اخر امبيدد سيستم مثل البلاي ستيشن او الاكس بوكس ممكن يحصله ب 400 دولار. وعلى فكره الاكس بوكس راح يعطي افشنسي اقوى بكثير من اللابتوب نفسه. ليش؟ لان هناك اكو توافقيه بين السوفت وير والهاردوير. هذه نقطه كلش مهمه. معظم الناس لما يكتبون الكود اذا صار خلل معين، اذا صار مشكله معينه، ايش راح يقول؟ اوكي زيد الهاردوير، زيد السي بي يو، زيد الرام، راح يختفي المشكله. وهذا ايضا غلط تفكير. ليش؟ لان عمر الهاردوير انت اذا ما زيدته او زيدت المواصفات الحاسبه ما راح يعدل الباجز اللي موجوده بالسوفت وير، بالعكس راح تكبر المشكله اكثر. فلما نجي بناء الكود او كتابه سوفت وير معين للامبيدد سيستم لازم مفروض نتاكد 100% احنا اللياقه تاعت هاردوير نكتبها. يعني على سبيل المثال ليش اجهزه ابل متوافقه جدا، بحيث انه الاوفيس مال ابل نفسها لما نشغلها ونجي نباوع على السي بي يو والرام نلاحظ قليل، بينما لما اجي اخذ مثلا برودكت من مايكروسوفت اوفيس واجي انزلها على الابل الاحظ ياخذ رام هوايه سي بي يو هوايه. المشكله مو بالبرودكت مال اوفيس. على سبيل المثال أنا عندي قطعة هاردوير من شركة معينة ماخذها، خلينا نقول ديل، اتش بي، لينوفو، ما هذه الشركة مختلفة. لما أجي أخذ السوفتوير من شركة أخرى مايكروسوفت أوفيس ممكن على اللينوفو يكون سريع جدا، ممكن على الديل يكون بطيء. ليش؟ لأن ما تم تصميم هذا السوفتوير بالتحديد لهذا البلاتفورم، بالتحديد لهذه القطعة هاردوير، وإنما تم تصميمها لمجموعة من الشركات. التوافقية مهمة جدا، احنا مو معناتها نجي نكتب الكود اشتغل انتهى، لان هذا ايضا راح يأثر على كفاءة الأجهزة. لذلك احنا لما نجي نفكر بموضوع الامبيدد سيستم، واذا فكرنا احنا موضوع الاي او تي ايضا، لان هو اي او تي اصلا امبيدد سيستم، لكن الفرق بيناتهم انه الاي او تي هو امبيدد سيستم كونكتد وذ انترنت مع توفر الانترنت، لكن الامبيدد سيستم مو شرط انه يكون انترنت موجود. على سبيل المثال كاميرا انت تصور مو شرط انه يكون لايف، مو شرط انه يكون مربوط بالانترنت، بس لكن عنده فانكشناليتي ثابته اللي انه ياخذ صوره. بمعنى اخر اكو فرق بين الامبيدد سيستم والاي او تي. التكنولوجي احنا بدنا نلاحظ ب 2018 كثيره جدا عندنا نيو تكنولوجيز تساعدنا بطريقه كتابه الكود. لازم نستخدم او لازم نكتب الكود بطريقه بروفيشنال. شلون نكتب الكود بطريقه بروفيشنال؟ عن طريق استخدام ديفلوبمنت تولز. مجموعه ديفلوبمنت تولز احنا عندنا سيميوليتر، ايميوليتر، كومبايلرز، انستلر، ديباجرز. السيميوليتر اللي هو يحاول يعطيك هاردوير، لكن هذا الهاردوير مو اكتشوال، مو حقيقي، مجرد انه يحاول يعمل لك محاكاه لهاردوير معين حتى تتاكد من انه الكود عندك بده يشتغل. الطرف الثاني عندنا الايميوليتر اللي يحاول انه يستخدم الهاردوير مالتك حتى يعطيك البلاتفورم اللي انت تريد تصنع له السوفت وير. الاثنين يعتبروا من السوفت وير. عندك بالطرف الاخر اللي هو الكومبايلر والانستلرز. الكومبايلر هو انت قبل لا تسويها اكسكيوشن فايل ويجوز البرنامج ما يشتغل، انت ممكن تعمل لها كومبايلر او كومبايل وتسوي تيست للكود مالتك قبل لا تيجي تحولها الى اكسكيوتبل فايل. الانستلر كذلك نفس الحالة، عندك أيضا software based، لكن الفكرة من عندها أنه كيف أنت تنصبها للبلاتفورم اللي أنت مخصصة له. ما احنا نلاحظ الأوفيس اللي احنا نستخدمها على سبيل المثال بالماك أو إذا استخدمناها بالويندوز مختلفة، لأن كل من عنده معمارية خاصة. بمعنى software مو معناته كود جيت خليته بداخل الامبيدد سيستم واشتغل وذاتس ات. اخر شيء اللي عندنا هو الديباجر. الديباجر فكرته شنو هو؟ انه احنا نجي هذا الكود كله اللي كتبته، يعني ممكن اوقف اي كود في مرحله معينه واجي اتشيك فعلا هذا الكود دي يشتغل ولا لا، او اذا وقفت هذا الكود شنو الريسورسز اللي دي اخذه من عندي. معظمكم دي يمر بهذه المراحل، ومعظمكم دي يستخدم هذه المراحل، بس كثير
كثير دا نلاحظ انه ما يلجؤون للديفلوبمنت تولز، مجرد انه شاف المشروع دا يشتغل من شخص اخر او شافه على الجيت هاب راسا حمله ونزله. ما انت ممكن هذاك المطور ما مر بهذه المراحل. لذلك اي مشروع يخص الامبيدد سيستم من ناحيه السوفت وير، اول شغله يعني بنكتب الكود لازم هذا الكود يكون قابل للصيانه. معنى قابل للصيانه مو جيب وحط، لا، وانما انه اسمح لاي مبرمج اخر ممكن يوقف عمليه كود معين ويطور عليها بدون التاثير على بقيه اجزاء من البلاتفورم. النقطه الثانيه عندنا انه لازم يكون تيستبل. انا اقدر بكل جزء من الامبيدد سيستم اعمل تيست، هذا المتحسس فقط اريد اعمل عليها تيست، مو معناته اني اوقف كل الابلكيشن. ما انا ممكن الابلكيشن مالتي اسويه على شكل مودولز، احنا ليش كلها نكتبها بفايل واحد؟ المودولز يكون افضل من احول الكود مالتي الى وحدات، بمعنى السيطره مالته راح يكون افضل، التطوير مالته راح يكون افضل. لو نجي نلاحظ انه لازم المفروض يكون روبوست قوي، ما معقول اني اشغل التطبيق ورا يومين ثلاثه التطبيق راح يوقف. لازم يكون قوي جدا بكفايه انه يستمر هذا التطبيق بداخل البلاتفورم. وهذا يجي من شنو؟ من مدى توافقيه الكود لقطعه الهاردوير اللي انت تكتبها. عندنا نقطة أخرى اللي هي الكفاءة، ما معقول أنه الإميديت سيستم يشتغل ورا ساعتين ثلاثة نلاحظ أنه الكفاءة مالته تنزل، ليش؟ لأن السي بي يو مالتك خلينا نقول دي يستهلك أكثر أو الرام، والسبب شنو؟ طريقة استخدام الفاريبلز. ما أنت ممكن الفاريبل اللي أنت تستخدمها ممكن تحتاج انتجر، يجي لك مبرمج آخر يقول لك أوكي خلي سترينج لين يحجز مساحة أكثر وراها تقدر تغير، هذا أيضا تفكير خطأ. ما أنت إذا كان عندك انتجر أنت محتاج ليش بدك تخزن سترينج أصلا؟ هذا ياخذ ميموري، صح راح تيجي تقول لي محمد هذا 8 بايت، بس 8 بايت من 8 8 8 8 الميموري مالتك انسد. لذلك من نجي نكتب اي مشروع مفروض من عندنا انه نتبع مجموعه خطوات اللي هي سوفت وير كونفيجريشن مانجمنت. راح تقول محمد عيسى هذا السوفت وير كونفيجريشن مانجمنت ممكن تكون معقده جدا، او ممكن هذا الستيبس تكون صعبه علينا. صدقوني كثير من عندكم تشتغلون بالامبيد سيستم او الاي او تي، انتم اصلا تتابعون هذه الطرق. ومن اهم عنصرين مهمين جدا ببناء مشاريع الامبيدد سيستم والاي او تي انه كيف نعمل تراكينج للمشروع، كيف نعمل ريفيو للسوفت وير. لازم يكون عندنا شيء اسمه فيرجن كنترول، لازم يكون عندنا تايم لاين احنا شو وقت ننزلها للسوق. ما معقول انه انا عندي مطور راح يبدي يبرمج ويكمل لي اياه السوفت وير وينزله، خلال هو وعدني انه خلال شهر، ما يصير هالكلام. احنا لو نيجي نباوع على شركات مثل ابل او جوجل، ما هم ايضا عندهم امبيدد سيستم يطورون بالموبايلات، احنا نلاحظ بين سنه والسنه يسوون اي او اس جديد لهاردوير. اليوم الايباد النسخه الاولى ما هو ايضا امبيدد سيستم، لو اجي احاول انزله اي او اس 11 ما راح يقبل، ما هو ايضا عنده ديت لاين. المشكله مو انه ما يقبل لانه ابل ما تريد، بل كون انه الهاردوير ما يتوافق مع الاوبريتنج سيستم. او اذا حاولنا ننزل فيسبوك النسخه الحديثه الان على الاي او اس القديم ممكن نقول الخمسه والاربعه ما راح ينزل، مو لسبب انه الفيسبوك ما تريد، وانما السوفت وير ما يدعم هذا النوع من الهاردوير، او ممكن السوفت وير القديم صار عليها ابديت بحيث انه ما يدعم الهاردوير. وده نلاحظ كثير من ابلكيشنز احنا بننزلها اول مره يمكن مره مرتين من استخدامنا نلاحظ انه يستنزف طاقه كثيره. مشكله بالكود، مو كل شيء يستنزف الباور معناته انه يكون هاردوير. انت تستخدم واي فاي، انت تستخدم موتور، انت تستخدم بلوتوث، لهذا راح يستهلك الريسورسز مالتك او يستهلك البطاريه. بالعكس انت ممكن الكود نفسه يستهلك من الميموري والسي بي يو. فلذلك لما نجي نكتب اي مشروع مفروض يكون عندنا ايضا ستاندرد لهذا المشروع. معظم المشاريع، معظم الاجهزه اللي تدخل العراق على سبيل المثال، احد قطع الواي فاي بدون ان نذكر اسمها كان عنده رينج كلش كبير بحيث يشوف شبكات كلش بعيده، بس مع ذلك الكفاءه مالته كانت مو قويه. ما هي ايضا امبيدد سيستم بس تحولت الى جهاز واي فاي اللي كنا احنا نستخدمه حتى نكنك نشوف الكفرج مالته جدا راقي، بس لما نكنك نشوف الكواليتي مالته جدا ضعيف، لانه لازم نتبع ستاندرد معينه. عندنا مجموعة جروبات هنا موجودة الـ ANSI، IEEE، الايزو، كل هذول خلوا لك استندرازيشن. لازم تشتغل على الاستندرازيشن، لأن إذا أنت فعلا تريد مشروعك يوصل للعالمية أو دولة تشتريها من عندك، إذا ما ماشي على أساس هذه الجروبات ما ممكن هذه الدول تأخذها من عندك. على أي أساس تأخذها؟ ما أنت مثل خلينا نقول مثل الرقابة. أنت هذا المنتج من يدخل ماكو عليها أي رقابة أو ماكو عليها ايزو، شلون انا تريدني استخدم في شيء مشروع من عندك حتى لو كان هذا المشروع قوي؟ ممكن هذا المشروع يفشل، انت ما ماشي على ستاندرد معين موافق عليها. السوفت وير مهم جدا، لكن الجزء اخر جدا مهم. انا اليوم جيت سويت مشروع على الامبيدد سيستم وجيت كتبت الكود كلتها،
كنت أشتغل بشركة معينة أو كلية وراها طلعت من هاي الكلية أو طلعت من هذه الشركة، إجا مطور آخر قالك أنا ما أفهم على هذا الكود لازم أجي أبنيها من جديد، أو طلبت الشركة تطوير لهذا السوفتوير، طيب حاول تطور هذا السوفتوير، أجي أقول والله أنا ما أقدر أطور هذا السوفتوير لازم أبني من الصفر. ليش؟ ما كنت مخلي حسابي إنه إحنا راح نطور هذا السوفتوير. طريقة كتابة الكود أنا بالنسبة لي أستخدم كيمل كيس بتعريف الفانكشنز الستيتمنت وكثير من أمور اللوبس وإلى آخره من أمور، ما ممكن غير يستخدم غير نوع غير ستايل أوف كود. الجميل إنه كثير من الشركات بدأت تعطي نوع من الستايل ممكن تكتبه للكود بحيث إنه المبرمجين يقدرون يتوافقون على لانجوج واحدة. ما إحنا نعرف إنه البرمجة غير الشبكات، البرمجة ممكن نفس المشروع نفس اللغة نفس التاسك هذا المبرمج يكتب غير شكل وذاك المبرمج يكتب غير ستايل. الجميل إنه أحد هاي الشركات العملاقة منها جوجل عملت ستايل جميل جدا، طبعا كل الاشياء موجود بيها، طريقه كتابه الفانكشنز، طريقه ترتيب الاريز والى اخره من امور. طبعا هي مو فقط للجافا، هي مجموعه لغات برمجه بايثون سي سي بلس بلس، ممكن انه احنا نعطيها علما نعطيها للطلاب، ممكن نعطيها للموظفين الموجودين بالشركه يتبعون هذا الستايل، حتى اذا فقدنا هذا الموظف او اذا طلبنا تطوير نقدر نفهم هذا الكود شلون انكتب. ما انت اذا تريد داعمين او اذا تريد فريلانسرز يساعدوك بالبروجكت راح يقول لك انا ما افهم انت الطريقه اللي انت كاتبها، ممكن تقول له اوكي اذا انت تفهم على الستايل جايد مال جوجل راح تفهم انا ايش كاتب. هالشكل راح تلقى الناس تساعدك بالبروجكت بدل ما يقول لك والله انا وقف هذا المشروع تعال عيدها من جديد كتابتها لان انا ما افهم على الكود مالتك. نفس الوقت احنا من ذكرنا على موضوع التراكينج، كل مشروع لازم يكون عندها تراك سيستم. اليوم احنا عندنا مجموعه خلينا نقول مبرمجين على جماعة هاردوير، ما بالتالي الاثنين ممكن نسميهم software engineer إذا توحدوا. طبعا إذا احنا نريد نبني مشروع شو راح نبني مشروع، ما معقول أنه أنا شخص واحد أخلي يطور منتج معين وانتظر الشركة تأخذه. ما أنا ممكن أأسس الشركة أصلا في داخل الجامعة، ممكن أأسس product قسم خاص للsoftware engineer يأسس لي مشاريع عن الIoT والembedded system اللي أقدر أنافس بها الشركات العالمية. النقطة وين؟ النقطة أنه أنت لازم تكون عندك tracking system، ما أنت أيضاً راح تحتاج إلى مهندس خاص يتابع هذه المشاريع. ما ينفع أنه أنت تقول أوكي نهاية السنة أنت عندك وقولي المشروع خلص له، لا لازم أنت تعقبها. الكود اللي غيره إيش غير بيها؟ ما أنا أيضاً مبرمج، لما أجي أكتب كود يمكن ورا السنة من تجي تقولي محمد أنت إيش غيرت واشتغل، والله ما ذكر هذا قبل سنة كان، حتى لو كنت كاتب comment قبل سنة كان. الجميل واير فيرجن كنترول موجود، لكن الاكثر شهره هي الجيت، يتم استخدامها عن طريق جوجل، يتم استخدامها عن طريق لينكس كيرنل كتطوير، وايضا عن طريق شركه تويتر. معناه ممكن استخدم الجيت، ممكن اتابع كل المبرمجين مالتي وحتى المهندسين اللي يشتغلون على قطع الهاردوير وين وصلوا شنو اللي غير. ما احتاج اليوم اخبر محمد عيسى انت ايش غيرت، لا اروح على الجيت اقدر اعرف على سبيل المثال ايش غير محمد عيسى اليوم، بيا تاريخ غير وشنو اللي هو ضافه وليش ضافه. هالشكل أنا راح يكون عندي برودكت ناجح، هالشكل أنا ممكن أتعقب البرودكت مالتي، ما راح يكون عبارة عن مجموعة كود مكتوبة حتى لو كان قوي المشروع بس ماكو الشركة راح تدعمك. ليش؟ يعني أنت لازم تخلي في بالك شلون أنا أجي أسيطر على البرودكت مالتي. لازم يكون هناك أكو شغلات اسمها تاسكس، لازم أكو شيء اسمه ماستر اللي هو اللي يتحكم كيف ينطي التاسكات للمجموعة. آخر موضوع هو الباور كونسومشن، استهلاك الطاقة. معظمنا يمكن يفكر بموضوع الامبيدد سيستم والآي أو تي إنه أكثر مشكلة إحنا نواجهها الباور كونسومشن، كون إنه إحنا عندنا الجهاز لازم يكون أكثر شيء بورتبل، مو مثل اللابتوب خلينا نقول أو السيرفر اللي هو دائما يكون كونكتد مع الكهرباء. لكن أكثر اهتمامنا بالهاردوير، شلون إحنا نقلل من السي بي يو، استهلاك السي بي يو، شلون إحنا نقلل من استخدام الرام، شلون إحنا نقلل مثلا من الواي فاي وغيره. زين أنت ليش تفكر بهذا البارت؟ ليش ما تفكر بالبارت الأكبر اللي هو راح يشتغل فيه داخل الإمبيدد سيستم اللي هو السوفتوير؟ ما السوفتوير نفسه إذا ما تم كتابته بطريقة سليمة ممكن راح ياخذ رام كثير، سي بي يو كثير. استغلال او استهلاك السي بي يو كثير والرام بكثره ما هو ايضا راح ياثر لك على الباور. فانت اذا قللت من الحراره اوريدي الحراره راح ترجع، ما انت مشكلتك مو بالسي بي يو، مشكلتك بالمبرمج اللي كتب الكود، ما هو اللي يستهلك السي بي يو، هو اللي يستهلك الرام. لذلك لما اجي اكتب الكود، الكود ما يتم كتابتها بطريقه المبرمج الاعتيادي، وانما لازم ينكتب بطريقه جماعه الامبيدد سيستم. لازم افكر انه انا عندي ليميتيشن لما استخدم الفاريبل، لما استخدم الفانكشن، لما استخدم الهاردوير، لما اجي اكتب الكود لهذا الهاردوير المعين
لازم أتبع مجموعة tools أنا عندي، مجموعة قواعد قوانين إذا أنا فعلا أفكر أنه يكون product ناجح ممكن ينباع بالأسواق. لذلك بالأخير لما نجي نفكر بموضوع الـ embedded system، لازم يكون عندي architecture معمارية صحيحة لبناء الكود، تيم أشتغل دائما ضمن تيم، ما ينفع أنه تشتغل كإنديفيدوال. نفس الوقت يكون عندي ستاندرد معين، وأيضا ستايل جيد لكتابة السوفتوير. شكرا جزيلا.